إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. سورة الأحزاب الآية 72. وقال ربنا عز وجل في سورة النساء في الآية 58: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الأمانة، الأمانة فضيلة كبرى تسكن القلوب الزكية وتملأ القلوب الطاهرة الموصولة بالله جل جلاله. الأمانة أساس الوجود، إذا حضرت عمرت، وإذا غابت وقع تباب ودمار على مستوى الفرد، على مستوى الأسرة، على مستوى المؤسسات، على مستوى المجتمعات. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذن ضياع الأمانة مؤذن بخراب الدنيا، بنهاية العالم. لذلك قدر الله عز وجل أن يجعل هذه الصفة هي من صفات النبيين والمرسلين، من صفات الخلق، من صفات صفوة الخلق عليهم الصلاة والسلام. ومما ورد في آي القرآن كما في سورة الشعراء في الآيتين 45-46 على لسان نوح شيخ الأنبياء: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. بدأ بالتقوى لأن التقوى رأس الأمر كله. لذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال في سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم. لذلك يتأرجح المؤمن بين مستويين: المستوى الأعلى حق تقاته، المستوى الأدنى ما استطعتم. فإذا تأرجح المؤمن بين هذين المستويين فلا خوف عليه ولا هو يحزن، لأن التقوى صمام أمان.
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الجامع: اتق الله حيثما كنت. وحيثما في اللغة العربية تفيد العموم، العموم الزماني والعموم المكاني، فهي زمكانية، أي اتق الله في كل مكان وفي كل زمان. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذ قال لهم نوح أخوهم نوح: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين. فمن صفات النبيين الأمانة، وتكررت هذه الصيغة على ألسنة الأنبياء الآخرين، على لسان سيدنا لوط، على لسان سيدنا هود، على لسان سيدنا شعيب في سورة الشعراء على وجه الخصوص، في الآيات الآية 45-46، الآية 105-106، الآية 161-162 وغيرها من الآيات: إني لكم رسول أمين. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصف بهذا الوصف قبل بعثته، واكتملت هذه الأوصاف بعد بعثته، فكان يلقب بالصادق الأمين. الأمانة فضيلة إذا كانت حاضرة في حياتنا الأسرية، في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الاقتصادية، في حياتنا السياسية، في حياتنا الثقافية، سيتغير حالنا إلى أحسن حال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أستغفر الله لي ولكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الأمانة لها أنواع كثيرة استغرقت حياتنا قاطبة. نبدأ بالطاعات والعبادات. العبادات أمانات، الوضوء أمانة، الصلاة أمانة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الزكاة أمانة، الصوم أمانة، الحج أمانة، الزوجية أمانة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة الروم الآية 21. الأبوة أمانة، البلوة أمانة، الأمومة أمانة، التجارة أمانة. فالتاجر الصدوق الأمين ينال درجة سامقة، يكون مع النبيين والصديقين مقام رفيع عالي الشأن، يناله التاجر بصدقه وأمانته. فالتجارة أمانة، والمسؤوليات والوظائف أمانات، والإعلام أمانة، والدعوة إلى الله أمانة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. سورة النحل الآية 125. إذن كل ذلك أمانة، فإذا حافظنا على هذه الأمانات يتغير حالنا إلى أحسن حال، نعيش حياة مستقرة، حياة هادئة، هادية، هادفة، سعيدة، تمهيدا للسعادة الأبدية،
في دار القرار، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم خذ بأيدينا أخذ الكرام عليك، اللهم وفقنا جميعا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم زدنا إيمانا وتقوى ويقينا وأمانا، اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم استرنا في الدنيا وفي الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. استووا واستقيموا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.